لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم، لكم وحش الله يعلم عز وجل دعونا لكم كثيرا. نتمنى أن تكونوا من المعتمرين الحجاج إن شاء الله من قبل. اللهم ما زلنا مع المختصر منهاج القاصدين، وما زلنا في هذا الربع الثاني العادات والعاديات، وفيه ما زلنا نتحدث عن الشروط الأربعة للكسب، والتي ذكر منها المصنف عليه رحمه الله. الشرط الأول الصحة، وتكلمنا فيه بالتفصيل. ثم الثاني العدل، وتكلمنا فيه أيضا بالتفصيل. ثم الإحسان، وأشرنا إلى بعض المسائل فيه المهمة. واليوم موعدنا مع الشرط الرابع، والذي عقد له فصلا خاصا بقوله فصل. الأمر الرابع شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته، ليجمع بين أمر الدنيا والآخرة. قال: لا ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، أي عن عودته إلى الله تبارك وتعالى، بل يراعي دينه، يعني يوقر ويقدر ويعظم دينه، فيكون مستسلما خاضعا منقادا له في هذا الباب وفي غيره. قال: وإنما تتم شفقته على دينه بمراعاة ستة أشياء. طبعا المصنف ذكر ستة أشياء مهمة جدا. قبل أن نشرع في بيانها، أود أن أشير إلى هذه المقدمة التي وضعها في هذا الشرط العظيم، الشفقة على الدين، بمعنى الحرص على الدين، التوقير والتعظيم للدين، السمع والطاعة للدين، الانقياد للدين في أمر المعاش، أي في هذه الدنيا، وكذا في أمر المعاد، أي للآخرة التي ستؤول إليها. ولابد، فهذه مقدمة من الإمام عليه رحمة الله في غاية الأهمية، تؤكد على معنى المهم. يا أخواني، لو ارتقينا لمستوى هذا الكلام الراقي والرائع، كأني بالإمام يقول: يا مسلم، يا عبد الله، المولى عز وجل خلقك وفضلك وميزك على سائر خلقه، انتبه، وسخر لك ما في كونه، أسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة، وأخبرك أنه خلقك لعبادته سبحانه وتعالى، وتيسيرا عليك امتن عليك بالمنهج القرآن بالشريعة، وامتن عليك بالمثال التطبيقي العملي لأمرين المعاش والمعاد والآخرة. فالواجب عليك أن تكون لديك شفقة، حرص زائد على دينك، ألا تختل دونه أو تقدم عليه شهوات أو أهواء أو عادات أو أعراف أو تقاليد، أو يعني تتنكب له وتدير لك له ظهرك، أو يكون همك المعاش الدنيا وتنسى الآخرة، هذا ليس فيه شفقة على الدين،
وليس لي احترام ولا توقير ولا تقدير للدين. الدين جاءك بأمرين، المعاش والمعاد، الدنيا والآخرة. فالواجب عليك أن تعلم جيدا أن من الشفقة على الدين الحرص على سلامة الدين وتفعيل وتطبيق الدين، وأن يكون بفضل الله تبارك وتعالى يعني معظم موقر مقدر منقاد له. هذا يكون أهم شيء عندك في حياتك، مع معرفتك بثورة العقيدة خلاص أمر المعاش أنت أمرت أن تأخذ بالأسباب، والرزق جرى به القلم، موضوع فرغ منه، قلم جرى بما كان إلى قيام الساعة. ولذلك أنت فقط تضع الدين في المقدمة، تسمع له وتطيع حتى تؤدي دورك على أكمل وجه. في الحقيقة هذا كلام رائع جدا جدا، وخصوصا يعني هذا يفهم من طيات كلام الشيخ أنك أنت كمسلم محارب مستهدف منظور وممتحن ومختبر ومبتلى في هذه الدنيا، والواجب عليك أن تأخذ بأعلى معدلات الحيطة والحذر في شفقتك على الدين لتكون مثالا، يعني يعبر عن مدى يعني سيادة الدين عليك وقيادة الدين لك والتزامك بأوامره وبنواهيه. هذه المعاني في الحقيقة يعني تدرس والله، معاني في منتهى الروعة والجمال، يعني قدم بها هذه المقدمة الراقية الرائعة التي نتمنى أن تضعها في حسبانك. الله عز وجل من جملة ما أخبرك به أنك ستحيا مدة محددة في هذه الدنيا ثم تقبر ثم تعيش ما قدر لك في الحياة البرزخية ثم تبعث، وعليه تعرض وبين يديه تحاسب، ثم جنة ونار. فمن نسي هذه الأصول الثوابت في الحقيقة سيكون فعلا في خطر، لأن الدنيا غدارة غرارة، عدوة لدودة ملعونة دنية، وهي تحاول أن تعرقلك في شفقتك على الدين، وهي تحاربك كما تعلم وكما بينا لك. ولذلك كن يعني حذرا وكن محتاطا لنفسك في هذه القضية حتى تعمل بهذه الأسباب الستة التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله. لماذا؟ لتنجح في توظيف المعاش، الكسب، أي كان تجارة، صناعة، زراعة، أي أمر من الأمور مما تتكسب أنت به ومن خلاله، ليكون في المضمار في الطريق على المنهج حتى تنجو به في الآخرة. وإلا لو حدث الانفصام فأنت بذلك في خطر عظيم، وعليه نشرع في بيان ما أشار إليه. الأمر الأول قال حسن النية في التجارة، وأنا أقول وغيرها، هو بس بيضرب مثال بالتجارة، أي بلد من باب التكسب كلها تنطبق على نفس المعنى، هو تتحرك بدون نية يبقى أنت بتضيع رصيد بنقطة عظيمة جدا 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 ونعم منثورة. لكن لو أنت عندك فقه النية ستجعل وقت العمل الذي قد يصل في بعض الأحيان، وهذا في المتوسط تقريبا لحوالي 8 ساعات، مش كده؟ لو أقول لك واحد بيشتغل 8 ساعات في اليوم، عملوا لنا حسبة كده في حسبة لو هتعيش 70 سنة في 8 ساعات عارفين عاملة قد إيه؟ 24 سنة. فتخيل 24 سنة عمل، لو حضرتك ما أنتش فاهم القضية دي هيروح عليك هبال منثور، مش هتستفيد منه بحاجة. لكن لو أنت مستوعب هتخلي ال 24 سنة عمل دول في وزير الحسنات، في أي باب من أبواب الكسب، أي باب. سبحان الله، أمر عظيم جدا. هذا ما تحول به العاديات لعلالات ولتكون في وزير الحسنات، وهذا كلام رائع في الحقيقة. يقول الإمام حسن النية في التجارة وغيرها، أنا أقول وغيرها لزيادة مني، فلينوي بها الاستعفاف عن السؤال أي بالكسب، وكف الطمع عن الناس
نصف لما في أيدي الناس، والقيام بكفاية العيال، أي من تعول من زوجة أبناء الوالدين، ليكون بذلك من جملة المجاهدين، ولينوي النصح للمسلمين. والله العظيم الكلام يكتب بماء الذهب. الخلاصة، الإمام بيقول لك في طريقة كسبك اوعك تتحرك من ليه ليه. يعني عندنا الأصل المشهور اللي حافظينه كلنا، إنما الأعمال بالنيات، إنما يكون بريء ما نوى. أنت ناوي بالعمل ده إيه؟ عايز من وراء إيه؟ فاكرين حديث الشاب الذي خرج مرة بنا قريبا لو أنتم مركزين صح؟ لما صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد انتهى الصلاة انطلق مسريعا لعمله، راح الشغل. فاثنين قاعدين قدام النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول، قالوا ويحى هذا ليش مستعجل وبيجري على الدنيا؟ لو كان هذا في سبيل الله مستعجل عليه. فقال لا تقول ذلك، إنه إن كان خرج على ولده يعوله ذريته يعني ماشي يقوم بإعفافهم بأداء ما لهم عليه من حقوق كفايتهم اسمع، أو خرج على أبوين شيخين كبيرين يخدمهم لهم حاجتهم وعلاجهم وطلوبهم وشرطهم وطلباتهم فهو في سبيل الله حتى يرجع. يبقى ده جهاد، شغلك ده جهاد. الله شغل جهاد، جهاد، بس انت تنوي وتستحضر النية، وان انت تنوي بذلك ان انت تكف نفسك عن السؤال وعن الإذلال وعن يعني الطمع في بعيد الناس، وده المطلوب. لو كانت هذه النية صالحة فأنا أبشرك، نية المرء خير من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع عليه ويوقف على بعض الصحابة رب عمل صغير في نظر الناس عظمته النية لصلاحها، ورب عمل كبير في نظر الناس حقرته النية لفسادها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن صح الرفع، يعني وأظن موقوف على بعض السلف، يقول إيه؟ النية تجارة العلماء، بتجاروا مع ربنا، خلوا أوقاتهم كلها في موازين الحسنات، شغل ودنيا، زراعة، تجارة، أي نوع من أنواع الحرف أو المهام. تخيل بنيتك هتخلي الوقت ده كله في موازين الحسنات واسمك مجاهد في سبيل الله. طيب باقي الحديث بقى ليه؟ وإن كان خرج مكاثرا، طلع الصبح بدري همه ونيته وهدفه إنه يحوش ويكوش ويتغنى ويفكرش في معابده فخرته، هو في سبيل الشيطان. مش كده الحديث؟ وهو في سبيل الشيطان، فرق شاسع جدا جدا. لذلك يا شباب هذه لطيفة، نحن في زمن غربة وفتن وضغوط وأزمات وبيئة وابتلاءات وامتحانات، دايما خلي موضوع النية عندك حاضر جاهز، نيتك ممكن في بعض تجمع بها الكثير لكافة الموازين عندك موازين الحسنات. يعني لما قلت لكم أنا الأثر لي تمر خير من عمل، يعني واحد نوى الخير ماشي بس حيلة بينه وبين التطبيق، بس نيته كانت صفحة رايح يعمله ما عرفش ما وصلش ما قدرش، واحد عمل الخير بس نيته ما كانتش صالحة كانتش كاملة. سبحان الله، فرق شاسع شاسع جدا. الأول يؤجر ويثاب بدون عمل، والذي عمل قد يأثر بذلك لفساد نيته. تخيل الفارق بينهما عظيم جدا جدا. فاكرين حديث دنيا لأربعة نفر؟ مش قلنا قبل كده؟ رجل أتى الله علما ومالا فيعمل في ماله بعلمه، يعمل في طلع الزكاة والصدقات ويتقي الله فيه وخايف من حرام ده في أعلى المنازل حاجة عالية خالص. ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا فتمنى صادقا في نيته، لو أن الله عز وجل من عليه بالمال لعمل فيه بعمل هذا الرجل اللي قبله ده، فهما في الأجر سواء. ده ما عملش بس تمنى، بس صادق في نيته.
والثالث رجل أتى الله مالا ولم ينتهي علما ويعمل في ماله بشهواته وهوائه لا زكاة ولا حزن ولا زمن ولا صدقات ولا صلة رحم ولا يفرق بين حلال وحرام مالنا قال فهو في أخبث المنازل مستعمل النعمة في غير موطنها ما عندوش شفقة على دينه الأصل اللي معانا ده حاجة جميلة جدا. طيب الرابع لا علم ولا مال فجري وجاهل فتمنى صادقا في نيته شفت الخيبة بقى لو أن الله أعطاه مالا عمل فيه بالذي قبله قل له ربنا اتبك علي حمدت على نفسي زي الرجل اللي مت على نفسه ده ولا يلي حمر ولا يلي سود عليه موضوع التعفيف ده فهما في المزج سواء ما عملش بس اتمنى طب واحد يقول الله طيب ربنا بيقول عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. طيب الحديث ده متعارض معنا ما فيش تعارض خالص. التاني صاحبنا ده اللي هو صاحبنا طبعا الرابع ده صاحب اللي هي الفاسدة ده اللي ما عملش حاجة أصلا الله عز وجل لعلمه الأزلي الشامل المحيط بما كان وبما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى فقد وسع كل شيء علما وقد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى علم أن هذا الرجل صادق في نيته لو أعطي المال لعمل فيه بما نوى عليه ولو ردوا لعادوا مش هم دول مش هم دول هم دول ولو ردوا لما قالوا رب ارجعوه دول مجرمين لو ردوهم كان نفس الواقع عز وجل يعلم أنهم يصرون على هذا الانحراف الواضح فأنا عايز أقول يا جماعة الأمر ده أمر مهم جدا 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 بالنسبة لنا لازم تكون حريص أي شغلانة تشتغلها لازم ليتك تكون منضبطة حتى تصل بعون الله وتوفيقه يعني بميزان حسناتك إلى الدرجات التي تنجيك بفضل الله تبارك وتعالى نعم ثم يقول الثاني أن يقصد القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات فإن الصناعة والتجارة لو تركت بطل المعاش عايز أقول لك حاجة مهمة جدا قول إن الصناعات الزراعات والأشغال اللي ممكن تقول منها الزراعة والصناعة والطب وإلى آخره أشغال فيها حاجات اسمها فروض كفايات لو تركها الجميع يأثمون لازم يكون في ناس متخصصة ولازم يكون في ناس يعني عندها استعداد بس بالنية بقى إنه يخش في بعض المجالات دي عشان يكفي باقي المسلمين من حواليه عشان يسد دي الثغرة النية دي تخليك صاحب فرض الكفاية المميز عندنا تفتكر شيخ علي لما اتكلمنا فيها في زمان في حديث جبريل فاكرها ولا نسيها؟ لما اتكلمنا عن ان الفضل الكفايه افضل من العين في النهايه الامر عارف المنكر هيجيبنا ان شاء الله الشيخ هيجيبه بعد شويه في الكتاب قلنا ليه الفضل الكفايه افضل من العين؟ طب ايه هو الكفايه وهي العين؟ الكفايه اللي انت لو قمت بيه سقط عن غيرك كفيت الناس اما العين فده واجب يلزمك انت زي صلاتك وصيامك وزكاتك وحاجه تخصك انت دي واجب عليك. اما الحاجات اللي بتعملها بنيه تسقطها عن باقي المسلمين كفروض الكفايه اللي زي من الامر المعروف عن المنكر على الراجح الطب الهندسه الزراعه الصناعات الضروريه اللازمه. الامام عايز يقول ايه؟ عايز يقول لك يا ريتك تنتوي هذه النيه ان انت بتاخد الفرض الكفائي ده بنية حسنة عشان تسقطه عن باقي المسلمين عشان تسد الثغرة دي وده يتطلب ايه يا جماعة؟ يتطلب الإتقان والأمانة والديانة لأنك أنت لو تتحرك بالنية يبقى هتكون حريص على هذا المعنى وبالتالي لما تكون طبيب هتكون دين وعندك حرص على مصالح الناس مهندس صنايعي تاجر في بعض الضروريات الحاجات المهمة هيكون عندك ديانة لأن أنت داخل فيها ديانة مش داخل فيها تكاثر ولا دنيا أنت داخل فيها عشان تسد عن الناس هذا الفرض الكفاية فخلي بالك من الاثنين
ولو لقيت من نفسك ان انت موجود على فروض كفائيه فابشر والله وهنيئا لك، بس استحضر النيه وكن متقن وامين وعندك خشيه وخوف من الله عز وجل، لانك تسد باب عظيم جدا. ولا لو قلنا ان كل المسلمين تركوا الواجبات الكفائيه يأثرون بذلك، تضيع الكل، فهذا حرج عظيم جدا جدا. يقول فلو تركت بطلا معاشا الناس مصالحها تتوقف، الا ان من الصناعه ما هو مهم يعني ضروري، تمام، اللي انت تحرص عليه لا تقدر تسده عن المسلمين، ومنها ما يستغنى عنه لكونه متعلقا بالزينه او طلب التنعم اللي بنسموه الكماليات والتحسينات، الحاجات اللي هي مش من الضروريات اللي الناس ما تقدرش تستغنى عنها. بقول والله دي هو في نظر الامام، بس احنا هنقول برضه دلوقتي تعليق على الكلام. احنا بنقول لو انت اهتميت بضروريات فهذا شيء جميل جدا لتسد الحاجه على المجموع. طيب الحاجات اللي هي كماليات وتحسينات مش حرام، بس لو لقيت الناس كافيينك فيها شوف الحاجات الاهم، عشان يبقى وقتك مستثمر استثمار اعلى وانفع لك. نعم. ويقول فليشتغل بصناعه مهمه ليكون في قيامه بها كافا عن المسلمين، يعني مهما سد باب كويس على المسلمين، وليتجنب صناعه، يعني هو الامام يتكلم في زمنه وفي وقته وفيه، يعني وليتجنب صناعة الصياغة والنقش وتشييد البنيان بالجص وجميع ما يزخرف به فإنه مكروه. يعني في حاجات يعني مش من الضروريات، ممكن تكون من الكماليات، بس فيها زيادة يعني إيه تحسين، ممكن يكون زاد عن الحاجة في كلفة وما عودش على الناس بالنفع، ولو ترك لا مضرة من تركه، لأن في تعلق بالدنيا، الناس بتهتم بهذه الزخرفة والحاجات اللي يعني احنا مش حرام إنك تشتغل فيها، عشان لو حد نقاش ولا حاجة في الحاجات دي لا اشتغل، بس احنا نقول لك أنت هتبقى صرفة في العز الذي سيعينك على جمع ما ينفعك عند الله عز وجل. فالشيخ يقول هذا من باب الكراهه، بس راح حول تحولها عجيبه شويه، محتاجين نحن نقف عندها. يقول ومن المعاصي في الكسب بقى، في اي نوع من انواع الكسب، صناعه، تجاره، زراعه، ومن المعاصي يعني بعض الشغلات هو ذكرها بس لنا تعقيد طبعا، خياطه الخياط القباء الديباج للرجل. الدباج ده اللي هو مرتبط بالدباج والحرير اللي هي الاشياء المحرمه على الرجال من هذه الامه، فما ينفعش انت تصنع حاله زي اللبس الموضه النهارده، في حاجات مقدفه تماما فيها يعني الانواع المحرمه وفيها من الاصراف الزائد. لا تسيب الشغلانه دي، شوف لك شغلانه غيرها، ما تبقاش قاعد على شغلانه زي تستهلك منك الوقت. يقول ويكره أن يكون جزار. لا معلش، في جزارين كتير معانا النهارده، أكيد في جزارين، لا ولا لا تعليق على الشيء. هو بيكرهه ليه؟ مش كراهة تحريم على فكرة، يذهب إلى كراهة التنزيه، لأنه يقول إيه؟ لأنه يوجب قساوة القلب. أنا أقول للإمام الله يرحمه يعني حضرتك لو بطلنا كلنا الجزارة مين هيكفينا هذا البلد؟ إحنا محتاجين لجزارين دينين، مش حط ربع كيلو ورق ولا حطه مش عارف نص اللحمه دهنه ونصها مش عارف ايه، احنا عايزين جزار دين. فمن تعرض لهذه المهنه بنيه اللي احنا قلنا عليها بدري صح؟ ان انا يعني اسد هذا على المسلمين واتقن واتدين بان اعطيهم الحقوق الشرعيه في هذا البلد بدون ظلم ولا جور ولا تطفيف ولا غش ولا الى اخره. فاحنا محتاجين لك والله العظيم، احنا محتاجين الجزار دين بكلام الشيخ هنا نتحفظ عليه. ويقول ايضا او حجاما. لا الحجام هو قصده ايه؟ ان ممكن من كتر ما بتشوف الدم يبقى عندك عليه جرأه يعني، فخايف عليه ورع. لكن احنا محتاجين حجامين لان ده علاج نبوي
عليه وسلم أقر الحجة وأعطاه عليه أجرة، مش كلام؟ مش عارف يدخل الحديث وندب إلى الحجامة، قال فيها شفاء بفضل عز وجل. لذلك لا حرج أن تعمل حجامة، بس خلي بالك من قلبك واشتغل بنية أن أنت تعمل كده تسد على المسلمين إن كنت متقنا، وإلا فأنا أحذر أن تلد هذا الباب بدون إتقان، وإلا فأنت مطبب بغير طب تضمن فعدية لو حصل حاجة، خلي بالك. طيب، أو كنازة لما فيه مباشرة النجاسة. أيضا أقول للإمام الله يرحمك الدنيا وسعت من هز كترت، ولو تركنا هذا العمل لتعفن، مش كده؟ حصل لأن الزبالة لو عندك كمومة تشاركش الدنيا بفوز، صح؟ والأمراض تكثر تنتشر، ومن تصدى لهذا العمل أقول له جزاكم الله خيرا، بس خليك شغال بنية. يعني العمل فيه يعني البعض يظن فيه مهان وكذا، أبدا أبدا، أنت بتاكل على إيدك ودينك وتبذل جهد وطاقة ووقت. خلي نيتك صالحة إن أنت تكف الأذى عن المسلمين، ترفع الأذى من طرقات المسلمين، ده شيء جميل جدا جدا، ولا أرى فيه كراهة بإذن الله تبارك وتعالى. وقال وفي معناه الدباب، لأنه بيتعرض لبعض المزاسات وحاجات الضرب، لكن طالما شيء ضروري يسد به باب فنقول لا حرج فيه. ثم قال ولا يجوز أخذ أجرة على تعليم القرآن والعبادات وفرض الكفاية. الكفايات أقول للإمام معذرة، هذا الكلام فيه تفصيل، ولعل الإمام ذهب لإحدى الروايتين عن أحمد عليه رحمة الله، لكن المسألة فيها شيء من التفصيل. فنقول في قوله لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعبادات وفروض الكفايات، نقول في المسألة تفصيل. أما الأجرة على تعليم القرآن فجمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والرواية عن أحمد والظاهرية وبعض متأخري الأحناف على جواز أخذ الأجرة على تعليم الناس القرآن، واستدلوا ببعض الأدلة المشهورة المعروفة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وفي البخاري، ماشي، حديث صحيح. والرواية التي ورد فيها هذا الحديث لعلكم تذكرونها، مجموعة من الصحابة مروا في سفر، فمروا على قبيلة عظيمة في الطريق، لدغ سيد القبيلة بعقرب أو شيء سام، فدخلوا على الصحابة وهم يمرون على الطريق، أفيكم راق؟ يسمعهم الرقي بس مش عارفين الموضوع، عندكم يعني عندنا سيد القبيلة لدغ بيموت. المهم كانوا قبل كده طالبين منهم يعني طعام أو شراب فرفضوا أن يعطوهم، فحد من الصحابة قالوا والله دي فرصة، قالوا ما احنا عندنا راق وممكن إن شاء الله بإذن الله يخف بس هناخد أجرة. قالوا له اللي أنت عايزه بسيد القبيلة، قال لهم تدوني قطيع من الغنم، قالوا له تاخذ قطيع من الغنم. وهم جاب الراجل وقرأ عليه الفاتحة فقط، فقام كأن لم يصب بشيء، وقف في ساعتها طلع يجري، قال لهم ادوني وزودوه كمان زودوه. فبعد ما خدوا الحاجة الله قال له انت بتاخد أجرة عن القرآن؟ توقف حتى نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم حكوا له الموقف، كنا بكذا ومرضنا بقبيلة كذا وكذا، ولما منعوا عنا الطعام والشراب اشترطنا عليهم الرقية كذا، فقال كلوه هنيئا مريئا واضربوا لي معكم بسلة. السلف بيقولوا ايه؟ قال لهم اعملوا لي قرعة معاكم باب تطيب خاطرهم ان ده حلال. فبيقولوا ان ده اجرى على قراءة القرآن على مصاب، ماشي، وان كان في المسألة ايضا فيها تفصيل. وقالوا ان فعلا يوجد حديث المرأة التي جاءت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين الحديث؟ حديث جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيها، فقام رجل من الصحابة فقد زوجنيها رسول الله، قال له معك مهر قد ايه؟ قال له ولا حاجة. طيب شوف كده، قال له ولا حاجة خالص، قال طب التمس خاتما ولو من حديد، والمرأة واقفة، فخرج دور يمين شمال ما لقاش حتى الخاتم، قال ما وجدت؟ قال معك شيء من القرآن؟ حافظ من القرآن؟ قال حافظ كذا وكذا.
قال له زوجتكها على ما معك من القرآن، تعلمها الصور اللي معك وده مهرها. طبعا انتوا عارفين ان المهر شرط في صحة العقد، مش كده؟ إيجاب القبول من ولي المهر مع الشهود، ماشي، والإعلان في الخلاف. فقال له مهرها ان انت تحفظها الصورتين اللي معك، فده يعني دليل. والحديث صريح كما قلنا، ونقول يعني يكفينا قول المالكية، قول الشافعية، رواية عن أحمد، أهل الظاهرية كلهم يقولون بذلك، بعض متأخر الأحناف يقولون بجواز أخذ الأجر على تعليم القرآن، وخصوصا لمن تفرغ له وانقطع له، سواء كان ممن يتعلمون أو من الحاكم أو من أهل الخير والصلاح، ويستحب عدم الاشتراك، وهذا أمر فيه سعة. لكن في حاجة، هل يصح أخذ الأجرة على قراءة القرآن في البيات مثلا؟ لا يجوز قولا واحدا، لأن أنت بتقرأ القرآن ما تعلمش، ده أنت بتاخد فلوس بدون حق. لا، ده ما يجوز شرعا. قراءة في البيات وفي الحفلات بأجرة لا تصح ولا يجوز، لكن تعليم الناس لا حرج فيه. أما القول في تعليم الفقه مثلا، العبادات والأحكام الشرعية ومثلا الخطب والمواعظ، فبالإجماع هذه ديانة، هذه عبودية، هذا عمل خاص عز وجل، لا يؤخذ عليه أجر إلا لمن فرغ من الكسب لذلك. كان يعين الإمام بعض الأئمة لم تعد هنا أخطب الناس درسهم الفقه تفسير ولك أجر على هذا، ما حرج فيه، لكن كانت الدعوة لا يؤخذ عليها أجر. لذلك من فضل الله تبارك وتعالى مشايخنا علمونا أن نأخذ أجر على الدعوة لله عز وجل، هذا أقبل، هذا نتقرب بالله عز وجل، لا يؤخذ عليه أجر إلا لمن فرغ كما قلنا لأداء هذا الدور على هذا النحو. نعم. يقول الثالث أن لا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة، سوق الآخرة المساجد، فينبغي أن يجعل أول النهار إلى وقت دخول السوق لآخرته، فيواظب على الأوراد، وقد كان صالح السلف من التجار يجعلون أول النهار وآخره للآخرة ووسطه للتجارة، وإذا يعني سمع آذان الظهر والعصر فينبغي له أن يترك المعاش اشتغالا بأداء الفرائض. فاكرين أنتم لما اتكلمنا في الربع الأولاني وقلنا إزاي قسم الأوراد الجميلة؟ هو هنا بيقول إيه؟ بيقول أوعك واحفظ كويس جدا إن سوق الدنيا اللي هو الكسب ياخدك عن سوق الآخرة. لان احنا قلنا في معاش وفي معاد، في دنيا وفي اخر، لازم الاثنين مع بعض، ما يفكوش عن بعض خالص. بس الدنيا تسخر لنيل الاخره، المعاش يسخر لنيل المعاد عشان تنجو. فبقول اوعك تشتغل او تنشغل او تنهك او ترهق بسوق الدنيا وتنسى سوق الاخره، ده خطر كبير جدا جدا جدا. طب ايه المطلوب؟ بقول لك حاول يبقى اول نهارك اللي هو قصده ايه؟ فاكرين الاوراد؟ تصلي الفجر، تقعد ما تقول الاذكار لغايه صلاه الضحى، تطلع على شغلك لو كان شغلك قريب، شغلك بعيد، تقول اذكارك وانت راكب وتكمل لغايه لما توصل تبقى تصلي الضحى وتبدا شغلك. بقول لك ده حظك من سوق الاخره، عشان تخش لسوق الدنيا وما تروح شغلك انت عندك ديانه وعندك شعور بالمراقبه، ده انت لسه كنت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى وتقول دعوات الصالحات والى اخره. فده مما يعين على الجمع بين الامرين باذن الله تبارك وتعالى. نعم، فتواظب على اوراد وهذا لا يعطل ذاك باذن الله تبارك وتعالى. هو بيقول ان السلف كانوا منظمين، زي ما قلنا لكم ارجعوا بقى للدروس الاولانيه بتاعت العبادات، ازاي الاوراد اللي احنا قسمناها كانت كم ورد فاكرين؟ سبعه؟ 15. سبعه اوراد، راجعها كده هتلاقي نفسك ان شاء الله تبارك وتعالى قادر تجمع بين المصالح. نعم. وممكن وانت شغال هو قصده يعني وانت في عملك ايا كان نوعه،
تسمع النداء خلاص الله أكبر الله أكبر. الدنيا بما فيها تترك، الله أكبر من الدنيا وما فيها. يا مسلم يا عبد الله لم تخلق للدنيا للمعاش فقط، بل خلقت للمعاد الآخرة، فدع ما في يديك واذهب حيث نادى عليك، تطهر وانطلق لبيت من بيوته إن كان لا يعجزك ذلك أو لا يشق عليك ذلك أو بإمكانك ذلك، ليغفر لك مع آخر قطرة ماء حينما تتوضأ، وكل خطوة ترفعك ودرجة ترفعك خطيئة، وتروح تصلي في بيته سبحانه وتعالى تتحت عنك ذنوب المعاصي مع الركوع والسجود والقيام يعني والصلوات الخمس مكفرات ما بينهم. عايز اكثر من كده؟ عايزك تبقى مركز ان انت حتى وانت في عز الشغل صلاتك اهم حاجه، نادى عليك الخالق سبحانه وتعالى اللي ضمن لك الرزق، طمنك على الرزق لك لن تموت، كما في الحديث ان روح القدس نفث في روعي الوين لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وتجيب له فطر رسول الله وحل ودعوا محارم. الخالق جرب ما كان، وزي ما قلت لكم فاكرين السلفي اللي كان عنده تجاره في السوق زي الناس، بس كان يعافر من النداء وبيستعد للصلاه وبيقول اذكاره عن صلاته وبيصلي بعدين. فالتجار اللي معاه بيقولوا يا عم انت بتطول، انت على قلبك مراوح السوق هيخلص، احنا صلينا وجينا بسرعه، احنا بسرعه وجينا بسرعه، كانوا بيروحوا مش بيروحوا زي دلوقتي الا رحم ربي. فقول لنا انت مطمن جامد والدنيا ماشيه معاك حلاوه يعني. فقال علمت ان رزقي بيد ربي وانه لن ياخذه غيري، فاطمئنت نفسي خلاص الموضوع بالنسبه لي انتهى، مش حاجه مش خايف على حاجه، الامر بيد الله لا بيد غيره، وناخذ بالاسباب. ولذلك احرص ان يكون هذا الامر واضح بالنسبه لك، الا يمنعك سوق الدنيا من سوق الاخره. اجمع بين المصالح وخلي بالك ان تصدق الله يصدق ومن يتحرى الخير يراه باذن الله تبارك وتعالى. وانت صادق في النيه دي ربنا هيوفقك في الجمع بين الاثنين بلا ادنى شك بفضل الله تبارك وتعالى. الرابع ان يلازم ذكر الله تعالى في السوق. يا الله مش تروح للمسجد بس وبعد كده السوق سوق وانتهت القضيه، لا في الاثنين. ويشتغل بالتسبيح والتهليل. والله يا جماعة حاجة في منتهى الروعة، أي أن يشتغل بما لا يشق عليه من الطاعات والقربات، بما لا يعطله عن العمل الذي يقوم به. وأنت لو أنت صنايعي مثلا أو تاجر أو صانع أو زارع، ما في مشكلة أنت تذكر الله بلسانك، إلا إن كنت مثلا تقوم بالتعليم كالمدرس مثلا، أكلم بلسانك ينوي النية ويخش على الدرس إن هو يعلم الناس بس ويخلص. اما احنا باقي الاشغال ممكن واحنا بنأديها نذكر الله عز وجل. وهذه لطيفه من الامام عليه رحمه الله في نظري يعني فيها معنى جميل جدا، ان خص الذكر بالاشاره. لان الذكر يا اخواني هو عايز يقول لنا ايه؟ خلي بالكم كلام الامام مختصر بس يحتاج شروح كبيره جدا جدا. فاكرين انتوا في الايه انا بذكر الله وعايز قلبك يطمن، عايز قلبك يطمن وهو في الشغل وهو في الكسب والمعاش، ما ينساش الرب سبحانه وتعالى لا نعم عليه بيد النعم، سواء نعمة الصحة نعمة الوقت نعمة إتقان العمل سبحان الله العظيم، نعمة استحضار النية. يقول لك خليك دايم على ذكر. وبعدين احنا مش فاكرين لما اتكلمنا في عمودية الذكر بسرعة كده في الحديث في المسلم أظنه، إذا كان الغالب على عبدي ذكري إيه؟ أحبني وأحببته. ربنا هيحبك ولو ربنا حبك هيوفقك يسددك يرعاك يحفظك. يا الله وبعدين كده شوف بقى الربط الجميل ده، ربط ملوش حل. ما عمل آدمي عمل وأنجى له من عذاب الله من ذكر الله، مش هتنجيك في الآخرة زي ذكر الله. يبقى الإمام هنا بيقول لك يا عمي ما تنساش الموضوع ده، ركز ركز عليه لأن هو في غاية الأهمية في الحقيقة.
الخامس قال أن لا يكون شديد الحرص أنت يعني على السوق والتجارة، فلا يكون أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج. معلش محتاجة تفصيل فعلي، في ناس عندها تعلق بالدنيا بالأسواق لدرجة ما عارف ينام، وصحبتي بيجي مشغول وفكر وروح يقابل التجار على الطريق زي ما يروح يقابل اسمه مين دول شغال تلقون الركبان ماشي. هو بيقول لك لا اوعى، خلي بالك الخصله دي مش كويسه، انت كده متعلق بالامر زياده جدا، ما تكونش اول واحد حريص على السوق لهذه الدرجه على حساب حرصك على المعاد الاخره، ما ينفعش. وما تكونش اخر واحد يطلع من السوق، يعني برضه لسه بتعلق مستني مش عايز يمشي، يعني ده مش حرام ان انت يعني اذا كان في طاقه وجهد وتقدر ماشي، لكن يا اخي ان اللي بدنك عليك حق، وعشان تقدر لسه في واجبات وحقوق، هذا اللي قاعد تصلي المغرب وتصلي العشاء واهلك لهم عليك حقوق واولادك وفي وقت القيام الليل وفي وقت الراحه والمول الاهليه عشان تقدر تقوم الفجر وتدي، فلازم يكون التفكير في المعاش والمعاد معا لا انقطاع، ووعي يتقدم هم المعاش على هم المعاد، او ينسيك هم المعاش هم المعاد، لازم تربط الاثنين مع بعض، وما تتعلقش بالاسواق ومحل العمل بهذه الطريقه التي قد يعني تؤثر عليك سلبا. نعم. لذلك في الحته دي بقى افتكرت الحديث الجميل ما شاء الله لا قوه الا بالله، حتى وانت رايح للسوق بدري ماشي، وحتى لو انت اتاخرت شويه خلي دايما النيه دي الجميله معاك، اللي هي في البند الاول ذكر الامام، اللي هي في الحديث الصحيح من اصبح والدنيا همه اللي حصل له فرض الله عليه شره، يا الله، وجعل فقره بين عينيه ولم يؤتيه من الدنيا الا ما قدر له. لو هو طالع للسوق وهم السوق وعاوز السوق وعاوز يسيطر ويستحوذ ويحتكر ويستغل ويعني يخطف للناس كده زي ما بيقولوا ماشي، ده بقى والعياذ بالله تعالى ربنا هيفرق عليه شكله وقته وذهنه تفكيره تخطيطه تدبيره يبقى مش مظبوط، ممكن يضر نفسه هو، خدت بالك؟ وفي نفس الوقت وجعل فقره بين عينيه، مهما يبيع ومهما يكسب برضه مش مقتنع، مش راضي، ماشي؟ وعلى كل ده ولم يؤتيه من الدنيا الا ما قدر له. طيب هاتوا الثاني ده اللي هو صاحبنا، ومن اصبح والاخره جمع الله عليه امره، ربنا بارك له في جهده ووقته، يعني لو طريقته في البيع والشراء واسلوبه حب فيه خلقه زي ما بيقولوا في البلد كده، يا الله، وجعل غناه في قلبه، عنده قناعه مش لازم يكسب كتير، بيريح حال الناس وظروف الناس، بص احنا في ازمه اقتصاديه والطبقه الكادحه تعاني، اياك ان تكون زي ما اتكلمنا بدري عن حوار الاحتكار والاستغلال، خلي المعاني دي قدامك، خلي قلبك في قناعه، وجعل غناه في قلبه، في المكسب اليسير يبيع ويجيب تاني ويبيع افضل ما يغلي على الناس يستغل ظروفهم، ده صعب جدا. التالت ايه بقى؟ واتته الدنيا وهي راغمه، عارف يعني ايه؟ هتجيلك غصب عنها، لان الدنيا اصلا عدوه ليك مش كده؟ الدنيا براره غداره، يسأل يقول لك الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلما، ما تسيبش حاجه كلها، لو كانت تسليه جناح بعضها ما سقى الكافر منها شر تمام حديث الى اخر الحديث اللي وردت في الباب، ولذلك ما تخليهاش هي اللي لا، انت نصيبك منها جاي مش هيتاخر منه حاجه، فين معاني الربوبيه بقى وفين معاني الايمان بالاسماء والصفات، خليها عندك يعني ثبات ويقين، بس توكل على الله عز وجل لا تخاف،
ما قدر لك سيأتيك إن شاء الله تبارك وتعالى. لو سمعت الدنيا عن تأخيري لن تستطيع. الأمر بيد الله عز وجل وحده لا بيد غيره. ولذلك احفظ هذا المعنى العظيم واجعل الآخرة هي الهم. يعني إيه الهم؟ من أصبح والآخرة همة. يعني إيه؟ بيفكر فيها وهو طالع رايح للسوق الصبح بدري. بس يفكر فيها ربي كيف ستكون النجاة؟ كيف سأنجو؟ كيف سأسلم؟ ما المخرج؟ إيه المطلوب وإيه المحظور؟ عشان يبقى خايف ويرتب أموره صح. وعشان كده خلي هذا الحديث نصب عليك فما أجمل هذه المعاني الإيمانية. الأمر الأخير هو الأمر السادس. يقول المصنف عليه رحمة الله أن لا يقتصر على اجتناب الحرام. هنخش بقى الحاجات الدسمة. أن لا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتوقع مواقع الشبه ومواضع الريب. يا الله على الكلام. المقدمة اللي احنا سمعنا دي كلها بتقول لك ايه؟ يعني مش بس المطلوب منك ان انت تسيب الحرام. زي ما قالوا في المثل عندنا البلدي دي مش عايزة فيني. الحرام حرام. ماشي؟ لا ده احنا عايزين الكلام عم يكون عندك حيطة وحذر من الامور المشتبهات والتي فيها ريب. ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. اكتبوا هذا الحديث. حديث راقي جدا جدا. يقول فيه صلى الله عليه وصحبه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين. يعني عمرك ما هتكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حضرا لما به بأس. شوفوا شدة الخوف وشدة الخشية. سيب الحاجة اللي ما فيهاش بأس حضرا من أن يكون فيها نوع من البأس الغلط والحرام والخلفة ولو من بعيد. يا الله أمر فعلا في منتهى الأهمية. في غربتنا والفتن من حولنا نحتاج أن نقف مع هذا الحديث العظيم. لا أدري الوقت يسع شيخ علي لاستكماله حديث النعمان بن بشير. وبقي كم من الوقت؟ فاضل ربع ساعة شيخ. فاضل ربع ساعة إن شاء الله. والله أنا كنت أتمنى أن أغوص معكم في هذا الحديث أكثر. أقرأ لكم الحديث ونشرحه المرة الجاية لأنه مهم جدا جدا. اللي قلناه كله الحديث ده هيحطك على الطريق الصحيح. الحديث أورداه في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه. حتى لا يكون ثم صورة سيئة أو عوار وعرضه أي لسمعته واسمه ومكانته. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي يقرب في الشبهات هيقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإنه في الجسد لمضغة في رواية المسلم أظن إلى آخر الحديث. أنا أرى بأهميته ولحاجتنا جميعا لفهم هذا الحديث. لأن الحديث من الأحاديث التي بني عليها الإسلام التي تبني في النفس المسلم الواعي والتقوى تجعلك يعني لديك حيطة وحذر شديدين خوفا أن تقع فيما فيه بأس فتترك ما به بأس. كيف نترجم هذا الواقع؟ إن شاء الله نعيش مع هذا الحديث في المرة القادمة كان في العمر بقية ونجيب على بعض الأسئلة. تقبل الله منا ومنكم الصالحات نعم. هذا أخ يسأل يقول قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. كثيرا ما أشتغل بذكر الله بقلبي دون اللفظ في ذلك هل يجوز ذلك؟ من ناحية يجوز أو لا يجوز يصح. وهذا دليل على ارتباط القلب محبتنا عز وجل.
لكن حبذا لو اجتمع القلب واللسان وكذا الجوارح والاركان في الذكر. احنا قلنا قبل كده الذكر ده ممكن يكون باللسان بس زي اللي انتوا بتقولوا، لازم يكون بالقلب، في تواطؤ بين القلب واللسان اجتماع، وفي التزام الجوارح والاركان بالمعاني. فلو ذكرت الله بلسانك هذا اوقع واكمل، لكن ان اكتفيت بذكره بقلبك هذا نوع تثاب عليه. لا نقول لك دعه ولكن نقول لك كمله واكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. هل يجوز قراءه القران في العزاء؟ انت ما كنتش معانا ولا ايه؟ هل يجوز قراءة القرآن؟ لا، هذا وضع الآيات في غير موضعها. من السائل؟ لا حرج يقول بس نفهم ولو في حاجة. مش هيرضى. معناها نسكت انت مش عارفين السؤال ايه طبعا. لا ما تتأولش، انت مش انت اللي كاتب السؤال. خلاص. سؤال تاني. قراءة القرآن في العزاء بدعة، لو كان فيها أجر أو ثواب أو مصلحة سواء للميت أو للحي سبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وكانوا أقرب منا لكتاب الله وأحفظ منا لكتاب الله وأكثر منا تدبرا وحرصا على قراءة كتاب الله. لم يثبت مات النبي فلم يقرأوا عليه، ومات الصحب الكرام كالصديق والفاروق إلى آخره لم يثبت أن أحد من الصحابة قرأ عليهم القرآن. لذلك لا يجوز قراءة القرآن على الميت بمثل هذه الطرق الموجودة. أنت كمسلم تروح تعزي، لو لسه الجنازة ما طلعتش تقعد تحضر التغسيل والتكفين والتشيع والصلاة وتتصرف، لو ما حضرتش وعايز تعزي تروح تعزي واقف لا تجلس، لا يصح الجلوس. هذه سنة يا إخواني شهور طبقوها، ادعوا الناس إليها. فيها أولا اتباع لجلوس العزاء من النياحة كما ورد في الأثر من يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وثانيا رفع المشقة والكلفة. الناس اللي عندهم ميت في حال إيه ولا إيه؟ الناس دلوقتي مع الأسف زي ما بنسمع في بعض البلاد في ليبيا وغيرها وفي منطقة الغرب أحيانا طبخين وأكل وشرب وسفرة، ليه كده؟ ليه كده؟ والناس قاعدة كلها عمال غيب ونميمة ودخان وكلام وحداويت كلام، لا عزي وانصرف على طول. ما ينفعش ان احنا نخالف الشرع. عموما جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونلتقي ان شاء الله في الاحد القادم كان في الامور. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.